مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا اليومي الدين يسر، والذي بإمكانكم الاتصال على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة وتحصلون على الإجابات الشرعية من فضيلة الدكتور حمزة ديب، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القدس وعضو مجلس الفتوى الأعلى. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، قبل أن تأتينا الاتصالات أود أن نتحدث قليلا عن زيارة المسجد الأقصى وزيارة الحرم كعمرة، لأنه كثير من الناس يتوجهون خاصة في شهر رمضان، فيها أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. أولا، أنه هل زيارة المسجد الأقصى يعني أجرها في رمضان تختلف عن أجرها في غير رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمما لا شك فيه أن العبادات بشكل عام في رمضان هي آكد منها في غير رمضان، وأجرها أكثر في رمضان من أجرها في غير رمضان، وبالتالي يغدو المسجد الأقصى جزءا من هذه العبادات. ففي الحديث الصحيح أن الفريضة في رمضان كسبعين في غير رمضان، والنافلة في رمضان كالفريضة في غير رمضان، بمعنى الأجور هنا مختلفة، أعظم، أكبر، أكثر جزاء عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة في المسجد الأقصى كما جاء في الحديث الصحيح بخمسمائة صلاة، هذا في الأيام العادية. فما لا شك أن أجر الصلاة في رمضان في المسجد الأقصى ستكون مختلفة من حيث النتائج فيما يتعلق بالثواب والأجر، أكثر من غير أيام عادية في غير رمضان. ومن هنا الناس تشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى كما هو معروف ومعلوم من المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والركعة في المسجد الحرام بمائة ألف ركعة، والركعة في المسجد النبوي الشريف بألف ركعة، والركعة في المسجد الأقصى بخمسمائة ركعة. وبالتالي الثواب هنا يتضاعف وأجره يعظم نظرا للمكانين، لأن الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة، وبالتالي كون الصلاة في رمضان إذا زاد الأجر أكثر فأكثر، وهكذا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. سأعود إلى المسجد الحرام مع مراد حكيته. طيب، فيما يتعلق بالعمرة، في العمرة نعم، الناس تشد الرحال إلى المسجد الحرام طبعا طيلة أيام السنة، ولكن لربما تحب أن تذهب إلى المسجد الحرام في رمضان، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن العمرة في رمضان كأن الإنسان حج مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الأجور تضاعف في هذا الشهر، فالركعة بمائة ألف في المسجد الحرام بغير في غير رمضان. فإذا كان الأمر في رمضان، وكانت العبادة في رمضان، وكانت التبتل إلى الله في رمضان، وكانت العمرة في رمضان، فلا شك أن الأجر بإذن الله تعالى هو أكبر. نعم. وهو أعظم. نعم. سنعود إلى قضية فقه الأولويات في هذه المواضيع، لكن يعني حسب الاتصالات. معنا أم موسى، تفضلي من القدس. الله يبدأ أسألك، أمي وأبوي عاجزين، يعني زكاة الفطر بتجوز عليهم مني أنا بنتهم. نعم، زكاة الفطر. معنا مين أيضا؟ زكاة الفطر والزكاة بتجوز عليهم ولا مني؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا عبد الرحمن، خلينا نعتبره من القدس. تفضل أخي عبد من القدس. طيب، خلينا نجاوب السائلة. نعم. ونعود لموضوعنا. نعم. بالنسبة للزكاة صدقة الفطر هي قصدت، يعني صدقة الفطر، صدقة الفطر للأم والأب. نعم. هسا الأصل أن صدقة الفطر يخرجها رب الأسرة، فوالدها مكلف أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن زوجته أيضا. لكن إذا كان الوالد فقيرا وكانت الوالدة فقيرة، وهي التي ترعى هذين الوالدين وهي مستقلة ماليا، فلها الحق أن تخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن أبيها وأمها، بحكم أن هذين الوالدين أولا هم فقراء، وثانيا هم في رعايتها وكنفها. لكن إذا كان الأب غنيا
فهو الذي يخرج صدقة فطره عن نفسه وعن زوجته، وهي الذي يخرج عنها زوجها. وإن كانت يعني غير متزوجة وموظفة ووالدها فقير وأمها فقيرة، فلها الحق أن تخرج صدقة الفطر عن أمها وأبيها. وإذا كانت متزوجة أيضا والوالد والوالدة يعيشون في كنفها وعندها مال، فأيضا لا مانع أن تخرج، ووالداها فقراء لا مانع أن تخرج صدقة الفطر عن أبيها وعن أمها حينئذ. هذا إذا كانت يعني هي المسؤولة عن رعايتها. نعم. لكن نعم. إذا متزوجة وكانوا وفي فقراء. بيت زوج ومنفصلة تماما، إذا عليهم صدقة الفطر هي ليست مكلفة في هذه الحالة أن تخرج عن أبيها وأمها. إذا كانت هي متزوجة ولا تعمل وليس عندها دخل، فالأصل في الصدقة كما قلنا أن يخرجها الرجل اللي هو والدها والدتها. لكن إذا كانوا فقراء ووالدها لا يعمل أو مريض أو مقعد في البيت، وأمها أيضا كبيرة في السن ولا تقوى العمل ولا تعمل، وهم فقراء، واستأذنت زوجها أن تخرج صدقة الفطر من مال زوجها عنهما، أيضا ما في مانع بإذن الله. نعم. مين معنا أيضا؟ طيب ماشي دكتورنا، بدنا نرجع لقضية فقه الأولويات في زيارة المسجد الأقصى والعمرة. نعم، هذا سؤال يسأله كثير من الناس، إنه العمرة في رمضان مثلا تعد الحج بيحكوا وأجرها ماشي الحال، ولكن هناك نسبة فقر عالية، أيهما أولى؟ إنه أشد الرحال ورحل وتكاليف إلى العمرة أو حتى إلى المسجد الأقصى، أم إطعام الفقراء؟ أستاذ محمود، هذا الموضوع يثار كثيرا، وأنا اطلعت على أكثر من مقال في هذا المضمار. يعني المقال روحه كما تفضلت وجوهره أنه ليش إحنا نفهم النص الشرعي الفهم المنقوص أو الفهم القاصر، أيهما أولى كما تفضلت؟ أنه أن يذهب الإنسان كل سنة عمرة أو في السنة مرتين وجنبه أو إلى جنبه جيران فقراء، إلى جنبه أقارب فقراء، إلى في بلده في محلته التي يسكنها في أناس فقراء، أيهما أولى أن يطعم هؤلاء الفقراء أم أن يذهب إلى العمرة أكثر مرة في السنة أو في رمضان ويتكلف المبالغ الباهظة؟ وبعضهم بيعلق على أنه أجور الغرف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف في رمضان يعظم أجرها، يعني الغرفة ممكن تؤجر في الليلة الواحدة ب10,000 ريال. نحن نقول بأن الإسلام بلا شك مع فقهه مع الأولويات. نعم. وهناك أشياء مهمة وهناك أشياء أهم، وهناك أشياء لازمة وهناك أشياء أكثر لزوما. نعم. لكن نحن لا نستطيع أيضا أن نغلق الباب أمام من أراد أن يتفاعل مع هذا النص الشرعي وأراد أن يكسب العمرة في رمضان من أجل أن يعظم أجره في هذا الشهر، من أجل أن تعظم حسناته، لأن الحسنة ب100,000، الركعة ب100,000، وفي رمضان أكثر فأكثر، ثم العمرة في هذا الشهر الكريم تعدل الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نستطيع أن نغلق الباب أمام النفس المؤمنة التي تريد أن تتفاعل مع هذا النص. نعم، سأعود إلى هذه القضية. اسمح لي دكتور، معلش بدي أقاطعك لأنه عندي اتصالات كتير بدناش نأخر الناس. أخي محمود من جنين، تفضل. محمود تفضل من جنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية أخوي، كيف حالك؟ حياكم الله، تفضل. بدي أسألك، أنا أفطرت يوم. أفطرت يوم؟ أفطرت يوم بس مش عم عمل، شو كفرته غير متعمد. طيب، إن شاء الله تسمع الإجابي. معنا أيضا إبراهيم من القدس، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير يا رب. بدي أسألك يا شيخ، أنا المعيد الوحيد للأسرة. وأخي وعندي أخ بتعلم في كلية، هل يجوز أن أخرج زكاة مال، جزء من زكاة مال زكاة المال لأخوك اللي بتعلم؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. دكتور، قضية أنه أفطر يوما لكن غير متعمد، هو حسب ما ذكر السائل عليه أن يقضي يوما مكانه، لأنه أفطر غير عامد، أفطر بمعنى بعذر، وبالتالي يلزمه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم الذي أفطره. نعم. قضية الزكاة هي فيها أولويات مثل قضية الحج اللي عم نحكي فيها. نعم. إنه أخوه يدرس أو يتعلم. نعم. والآن بده يخرج زكاة. نعم. أو جزء من الزكاة حسب ما ذكر لأخوه اللي بيتعلم. ما في مانع،
أولا أخوه فقير لأنه لا يعمل وهو طالب علم، طالب علم ولا يعمل، وبالتالي لا دخل عنده ولا مال لديه، وبالتالي يصنف هذا من الفقراء. ثم هذا الأخ فوق سن البلوغ، وبالتالي نفقته ليست واجبة على أخيه، ومن هنا ما في أي مانع لو أن شقيقه هذا أخرج جزءا من زكاة ماله أو أعطاه زكاة ماله من أجل أن يتعلم وأن يرتفق بهذا المال في الحياة. دكتور، في بعض الناس يقولوا أنه مثلا طالب العلم مش منصوص عليه في آية الصدقات اللي ذكرت في القرآن الكريم، في قراء المساكين العاملين لا شك إلى آخره، لا شك. فكيف ندخل الطالب العلم على الزكاة؟ طالب العلم يدخل هنا في موضوع من زاوية الفقر وليس من زاوية طلب العلم. لأن طلب العلم ليس فريضة، طبعا العلم غير الشرعي، والعلم أيضا حتى العلم الشرعي مش كله فريضة. العلم الشرعي طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبعا ينطبق النص أيضا على الأنثى ومسلمة. المقصود العلوم الشرعية التي لا يستطيع أن يؤدي العبادات إلا بمعرفتها. كما بدي أخذ اتصالات، لكن راح أختلف أنا وياك بقضية العلم فريضة ولا مش فريضة، هذه قصة كبيرة دكتور. خلينا أخذ اتصالات معنا. هبة من نابلس، تفضلي. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت أنا بس بدي أسأل، ماما مريضة كتير، تتعب، بكرة معها تكلم في الموصل 250-220 وبدنا صلي وما بترضى تفطر. هلا بدي أعرف إنه إذا أفطرت إيش الحكم اللي بصير؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابي. معنا أيضا جمال من بتونيا، تفضل جمال. إخراج الزكاة خارج البلاد لأخت وضعها مش جيد مادي، وأقارب اللهان وضعهم جيد. نعم، واضح سؤالك إنه إخراج الزكاة من مكان إلى مكان لأختهم أو قريبتهم الفقير وهم وضعهم جيد. دكتور، يعني حتى لا نضيع القضية، قضية العلم أستاذ محمود، هذا الموضوع طويل وإحنا وقتنا قصير جدا. صحيح. خلينا إحنا نأخذ الشيء اللي بدوش فيه يعني تفاصيل هذا الموضوع. بدي أخذ الأسئلة بالأول. بالأول خلينا نأخذ الأسئلة. نعم. المعيل المرض. نعم. هبات تتحدث عن المرض وهي ترفض أن تفطر. قضية الرفض احنا سألنا فيها قبل، انه بعض الناس مصر انه لا أن يريد يصوم. أن يصوم. اثنين، يعني ما الذي يجب عليها ان تدفعه؟ نحن نقول للإخوة الفضلاء الصائمين وللأخوات الفضليات الصائمات المرضى، الإسلام دين اليسر والإسلام دين السماحة، وهذا البرنامج عنوانه الدين يسر. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله تبارك وتعالى قد نص على ذلك في القرآن بنص صريح قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإنسان المريض الذي لا يقوى على الصيام، الصيام في حقه ليس واجبا. إذا كان هذا المرض عارضا يقضي مكان هذه الأيام التي أفطرها بسبب عذر المرض، وأما إذا كان المرض ملازما له فالصوم حينئذ لا يلزمه لأنه مريض وهذا مرض مزمن، وبالتالي نقول بأن الصوم هنا في حقه ليس واجبا. ممكن يكون آثم دكتور من صام وهو غير قادر على الصيام، يعني يزداد مرضا، يزداد ألما، إذا يؤذي نفسه ممكن. نعم، إذا أدى الصيام إلى زيادة المرض وإلى أن يؤذي نفسه فهو آثم. لا ضرر ولا ضرار في الحديث الذي يقول، يعني في الحديث الحسن، وهو حديث مقبول وحديث بس بل عليه قاعدة شرعية، لا ضرر ولا ضرار. فأي شيء يؤدي بالإنسان إلى الضرر فتجنبه يصبح واجبا شرعيا، وبالتالي نحن نقول هنا لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الصوم يزيد من المرض ويزيد في إنهاك المريض وبالتالي يؤخر شفاءه ويؤخر برأة وبل قد يزيد المرض عليه، فحينئذ الصوم في حقه ليس واجبا بل عليه أن يفطر. فكما قلنا، إذا كان المرض عارضا يلزمه القضاء، وإذا كان المرض ملازما له غير عارض حينئذ وكان مستطيعا تلزمه الفدية. وأما إذا كان فقيرا كما أسلفنا في أجوبة أخرى في أيام سبقت، إذا كان فقيرا لا تلزمه حتى الفدية ليفطر في رمضان ولا يخرج شيئا عن هذه الأيام التي أفطرها، لكن إن كان ميسورا فتلزمه الفدية. نعم. والفدية الأخت سألت عن الفدية. نعم. الفدية. الفدية مقدار ما يطعم الإنسان وجبتين من الطعام، إما فطور وسحور وإما غداء
وعشاء. نعم اسمح لي اخذ اتصال وفي عندنا كمان اجابه. فاطمه من جنين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي اسال الشيخ سؤال اذا في مجال. تفضلي. انا مريضه سرطان يعني باخذ علاج للسرطان وفي بسبب لي نزول افرازات, هل باثر على الصيام؟ نعم. اي شغله ثانيه, المراجعه عندي مراجعه, انا عملت عمليه يعني قبل شهرين مراجعه للعمليه, عمليه في رجلي, هل كشف او هذا بياثر برضو على الصيام؟ وفي كمان شغله بدي احب اخذها, في عندي ابر, انا مراجعه كمان ابر في البطن تحت الجلد, في برضو بياثر على الصيام ولا كيف؟ والله بدنا نبدا في اجابه عندك ونرجع لاسئله الثانيه لانه كل اسئلتها طبيه دكتور. طبيه. يعني تاثير كثير من القضايا, الكشف كانها تقصد لانه ذكرت القدم او رجل. انا فهمت الكشف انه يعني اذا كشف الطبيب مثلا بياثر على الصيام, والابر اللي تحت وكمان نعم والابر والعلاجات لسبب الافرازات. نعم. فيما يتعلق السؤال الاول انه العلاجات التي تاخذها, نسأل الله ولي لها العفو والعافية الأخت الكريمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا لها ولكل المرضى. نقول فيما يتعلق بالأدوية التي تؤخذ من أجل هذا المرض وبالتالي تؤثر عليها وبصير عندها إفرازات, هذه الإفرازات لا تؤثر على الصوم لأنها ليست من جنس الحيض ولا من جنس النفاس وبالتالي لا تؤثر على الصوم. وفيما يتعلق بالكشف, الكشف ما له علاقة في موضوع انه الصوم يبطل او لا يبطل, له علاقة هل يجوز ان تظهر عورتها للطبيب او لا, او هل يجوز ان تظهر هي عورتها للطبيب او لا. لكن موضوع الصوم ما له علاقة هنا. يعني ممكن بنت فتاة تطلع كشفت الرأس وهي صائمة, هل صومها باطل؟ هل صومها غير مقبول عند الله؟ هل تعتبر في عداد المفطرات في رمضان؟ خروج الفتاة كاسية عارية الرأس أو كاسية عارية حكم, والصوم في رمضان حكم آخر. يعني كل شيء بحسابه, كل شيء على رأيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الأخت الكريمة إذا استلزم الأمر الطبي أن يكشف عليها الطبيب وأن يرى مثلا ساقها, فهذا لا يؤثر على الصيام لا من قريب ولا من بعيد, بل وهي ليست آثمة. نعم. لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات, لكن ما هذا الموضوع ما له علاقة بالصيام. نعم. أما فيما يتعلق بالإبر التي تأخذها تحت الجلد, هذه الإبر طبعا ليست إبر تغذية وبالتالي لا تفطر الصائم. نعم. في عندنا سؤال الزكاة, إنه نقل الزكاة من مكان إلى آخر لأختهم أو نعم. قريبتهم طبعا محتاجة فقيرة. نعم. هم أغنياء, ما في مانع, ما في مانع. الأصل في أموال الزكاة أن تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء في نفس البلد, في نفس المحلة, في نفس الدولة خلينا نقول. لكن لا مانع أن تنقل الزكاة من قطر إلى آخر إذا كان هناك حاجة وضرورة لأن تنقل هذه الزكاة من قطر غني إلى قطر فقير. فمن باب أولى أن يخرج الإنسان زكاة ماله لأخته إن كانت فقيرة ومتزوجة في بلد آخر في دولة أخرى. نعم. فالفقهاء أجازوا أن تخرج زكاة القطر إلى قطر آخر إذا كان هذا القطر ثريا وغنيا والقطر الآخر فيه فقراء مسلمون. نعم. اسمح لي أخذ اتصال معنا لميا من دورة, تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية, كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب, تفضلي. والله يا أخي بدي أحكي لك, أنا والدتي متوفية رحمه الله, وكنت نصغر وسمعتك بتحكي في يوم من الأيام انه يمكن كانت تخلف والدنيا رمضان, وما بعرف انا هي كانت تعيد ما كانتش تعيد, شو مفروض علي اني اؤدي الهية او الحقوق. نعم. اللي اعمل الهية. نعم. واضح السؤال. هي تتحدث عن اختها متوفية, ممكن كانت تفطر في رمضان بسبب الانجاب او غيرها من ما المطلوب من اختها الان انه تقضي عنها تدفع عنها, كأنه هيك السؤال. اولا نشكر الاخت السائلة على هذه الروح وعلى هذا الوفاء أيضا لشقيقتها ولأختها, فكل الاحترام للأخت السائلة وبارك الله فيها. هذا واحد. ثانيا هي ليست عارفة هل كانت تقضي
بدل هذه الأيام أو لا تقضي، بما أنها غير واثقة، بما أنها غير عارفة، وأختها لم توصها فلا يلزمها الصيام، فلا تصوم عن أختها لأنها لا تعرف هل هي أفطرت أم لم تفطر، أو إذا أفطرت هل هي قضت هذه الأيام أم لم تقضي هذه الأيام. ثانيا كما أسلفنا أختها لم توصها بأن تصوم عنها، لكن لا مانع أن تكثر لأختها من الدعاء أن يغفر الله لها وأن يتجاوز عن سيئاتها ويتجاوز عن تقصيرها وأن يرحمها، يعني الدعاء ما طاب لها من يعني أن تدعو. ثانيا إذا كانت قادرة وأطعمت عنها الطعام أو تصدقت عن روحها برضو ما في مانع. نعم، خلينا نأخذ اتصال. اسمح لي دكتور محمود من نابلس، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضل. انا بدي احكي لك يا شيخ شو صار معي اول امبارح. احنا قاعدين على السفره عند الافطار، قرا المؤذن يعني المسجد جنبنا ويعني الاذان بالفعل كثير، لما قرا انا بالاخر قرا الفاتحه، انا قرات الفاتحه وصرحت لانه الي ابن اساجين وحيد ومحكوم ثلاث مؤبدات، وانا قاعد افكر اقول يوم شو انت بدك تفطر وهيك وسارح مع ابني، بفكر المؤذن لأنه سكت الأذان روحت شربت يا شيخ، شو أعمل؟ والله السؤال. طب خلينا نأخذ شادي ونرجع للحجة اللي شربت بالخطأ. شادي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخنا، حياكم الله. شيخ بدي أسأل سؤال. تفضل. مثلا في واحد مثلا الواحد يزور رحم، الرحم معروف في الأخت العمت. نعم. والواحد هذا رحم، بس مثلا في خلاف مع جوز أختي أنا، إنه مثلا في خلاف إنه رافض ان نزور اختي كرحم، انه رافض ان نروح عليها مثلا برمضان بعيد. هسه انا بطل اثم ولا لا؟ هو الزلمي جوزها رافض انه اهلها يصلوها او اخوتها انهم يصلوها عندها على البيت، ورافضها انها تيجي عندنا. هسه بدي اعرف انه انا بجوز لي اثم ولا لا، لانه بدي استفهم. نعم، واضح سؤالك، ان شاء الله تسمع الاجابه. دكتور الحج يعني مع مي كمارها وهي محقه بصراحه، يعني ابنها في السجن وافطر ولا ما افطر، سرحت فكرت وأذن شربت، شو بدها تعمل؟ أولا ندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج سجن ابنها، آمين يا رب، وأن يفرج كربه وكربها، وأن يرده إليها سالما غانما عما قريب، ويفرج ربنا عن كافة الأسرى والمعتقلين، هؤلاء سجناء الحرية، سجناء الكرامة، هؤلاء الأبطال وراء القضبان. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الفرج وأن يمن عليهم. نعم. بعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين. بدنا نجاوب السؤالين بدقيقة. دقيقة. أنا على السريع بدون تفاصيل. نعم. يلزمها القضاء. يلزمها القضاء. نعم. بالنسبة لأخونا شادي، هذا ليس بآثم، زيارة الرحم ليس بآثم، لأن زوجها هو الذي يرفض أن يزورها أهلها، لكن لو كان زوجها لا مانع عنده والرفض من عندهم هم آثمون، بما أن الرفض ليس من عندهم وإنما الرفض من عند زوجها وامتنعوا عن زيارتها، أو لم يمش امتنعوا لم يذهبوا لزيارتها، فهم ليسوا بآثمين. ما عليهم يحاولوا مثلا؟ لا يحاول. نعم. يحاول. يعني هم يحاولوا ولكن انت الإثم هو سقط. أنت طلبت مني الاختصار أستاذ محمود، كنت. نعم. معك دقيقة واحدة. لأنه حقولي معك 20 ثانية على كل. أشكرك جزيل الشكر دكتور حمزة ذيب أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القدس وعضو مجلس الفتوى الأعلى، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الطيب. أشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.